معاكم السيد هاشم الوداعي، رئيس قسم تسجيل مؤسسات في إدارة تسجيل وزارة الصناعة والتجارة. حاب أكلمكم اليوم عن آخر نشاط تمت إضافته من قبل إدارة التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة، وهو نشاط الموزع المعتمد. الوزارة كانت ولا زالت حريصة على مواكبة التطور على جميع الأصعدة لضمان ديمومية العمل التجاري في مملكة البحرين، وصدر القرار رقم 22 سنة 2024 من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظ الله ورعاه، والقرار الوزاري رقم 29 سنة 2024 من سعادة وزير الصناعة والتجارة. بخصوص تنظيم نشاط الموزع المعتمد، الموزع المعتمد هو من يتم الترخيص له من قبل إدارة التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة، ويسمح له بتوزيع منتجات وخدمات الشركة صاحبة العلامة التجارية وفق الأحكام الواردة في اتفاقية التوزيع ما بين الطرفين اللي هو الموزع ومالك العلامة التجارية. وهذه القرارات الصادرة نصت على وجوب كون ملكية البحرين في الشركات الراغبة في إضافة هاي النشاط ما يقل عن 51% من ملكية الشركة، وبالنسبة للمؤسسات الفردية أن تكون بحرينية 100%، يعني يكون المالك بحريني. لإضافة هاي النشاط يجب أن يكون السجل قائم ونشط، ويكون في أحد أنشطته أنشطة البيع بالتجزئة أو الجملة أو نشاط التجارة العامة، مع ضرورة وجود اتفاقية التوزيع ما بين الطرفين اللي هو الموزع المعتمد ومالك العلامة التجارية. هاي الخطوة راح تسمح بدخول المزيد من العلامات التجارية للسوق المحلي، وبينتج عن ذلك زيادة في الحركة الشرائية، لأن راح يزيد من التنافسية وتمكن التاجر البحريني اللي أسهاماته كانت ولا زالت ممتدة من عقود في توفير الخدمات والسلع وتنمية الاقتصاد الوطني بتميز.